يا صباحكم خير ونور وسرور من جزيرة الشويهات العريقة. صباحكم خير ونور وسرور من وين؟ من جزيرة الشويهات العريقة. هذه أبوكم في لبنان يسمونها قطيطة، وعندها لبوي البحري طل، لا عندها الكويت يسمونه طل، هي عندها الكويت وعندها راس الخيمة يسمونه طل، وأظني أبو ظبي لها اسم بعد مغير. الرطوبة معروفة، حد يقول الرطوبة غير رطوبة، هذه الرطوبة لكن ضبابة ضبابة ولا دي انزين. سلم عليكم بهذا الكائن الضيف، هذا ضيف، ضيف خفيف الظل، يسمونه ضيف خفيف الظل. ايوه عند الله له ابويه وليف، وليف محد له وليف دوم يكون وياه الخصيفي، صيف هذا له وليف ولا فنتين ثلاث يكونن وياه، ما يندرى هن وين، هن ماتن، هن سارن ويا الهجرة، هن سارن ابوي بقعة غير، ولكن اوه هذا ابوي كل طالع شمس موجود، لا والله تشوفون عند راس الماشوة، ولا ترى والي ولا مبو ولا باورة هذيك ولا شو باورة كانها، لا بلية وليف غادي وحيد. يا ابوك الله يرزقك ان شاء الله، الله يرزقك. حلونا هذا لو هالخصيفي عارف يرمس ولا عارف لهجة الخصيفية، بس يا تخبر وين ربيعاتك اللي طاريات وياك هنتين ثلاث تحدونهم العام صورهم بعد، واحدة منهم بيضة فنان لها عنيق الفنان قاوي، وحين تام هو ها دي يلا ابو محمد ولا في محد الا روحه محد هلال، والله من العام اقول لكم مصورنهن هي، والله العام اثنين سود وواحد ابيض. سبحانك يا رب ان شاء الله يكون حي، ماك فخط الراد لو شياته ولا واحد ضارب لنا عشو، وحيد فقير مصبح. الله عليك بتسرحبنا براكه انزين، يلا شعري ما شي مشكلة، ابركة من ساعة يا ابو محمد، براكة براكة. يا سلام يا سلام على الريوب يا ابو محمد، لا عصمت يمنا من خدم، ما قصر والله منو، تعال تعال يا هذا اللي مسوي ريوق سوي، نعم شاركت شوية بكفو هذا المني يحمل لون، انت شفت وجهه حل برشة بالله تهل، ما كنت سوى ما كنت ابتسم ابو محمد، كل حد يشوفه على التواصل الاجتماعي يقولون بلا مستوغد، انتو شلكم ان ما له صديق في هالبيوت كلها مليون بيت، وكل بيت في اربعة وخمسة بين مدرسي وبنغالي، وهو وحيد ما يسلم على حد ومطنب الغادي كبر البيت العظيم، كان بنادم يغدي وحيد هالنمون وغاد ليه في الدنيا كلها فيه، حتى حرمته مخلت لنا حتى حرمته تقول لي لسبل خمس سنين التي العين ما شافك هي والله النوغد. يلا برايك مع البتريق اليوم يطرونه يا نسيم الصباح، سلم على باهية الخد، هذا ابوه نسيم، شوها المصريين يسمونها نسمة، وهل السعودية والحجاز نسيم، وهالمرات أظني نسيم بعد يزقرونه. هذا عاد من يجي شل، كان شي رطوبة ولا شي الغطا ولا شي نادي كل شله، وازميك هو بارد، هذا موسم عاد اللي تحدوها الغنية يا نسيم يا نسيم الصباح، سلم على باهي الخد وقضه من منابه ولا نبهه من منامه، أظني نسيته والله، هذا هو فنان النسيم. تعال ما صورت عمري اليوم نسيت، شفتوني رقت هاك رقاد الفنان، ورقت وانا شبعان يعني مبيعان جاي على يوع
انثار خط وطحت لي بجميع السمكار مشواي حار صراط البلع. ترى اللي عام ما يهرقاد، ما حد يهرقاد وهو يعان ماي 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 يكرقاد اللي من تمزر بطنك. يلا بنرمس خلاف عاد حينا، يلا استودعكم الله. ابو محمد وين؟ وراك بعد وين؟ شي ظنك صيد عندها؟ الله اكبر. من غزي لحول حدود حدود الامير، حدود الامير. لا لا تنزل لا تنزل. ليش؟ لا تنزل. يلا اصبحنا واصبح الملك لله. دعونا عاد بالصيد الوفير. اليوم البحر طايح شويه شيء ضبابه. هي طاح طاح. البحر ابدا قادية منظره تبارك الرحمن. هي يا غير الماي عباطه، مره ما شيء بحر. مره ما شيء بحر. هذا وين الحين امشي انا؟ يخطفن البوانيش. هلال متى تسجل الماي؟ 10 مرة تدح الماي عند الباب البيت. هنتين الظهر. وين طلع الصيفي؟ ايوه ما يبين. يلا بنرمس خلاف عادة. بس عليكم الرمسة اللي ما توجه. هذا وين كان؟ شوف الله عليكم اصحاب البحر. ايه الاسبوع اللي خطف معتين عيان مدلخ البحر. اسبوع ليه خطف مدلخ ما تشوف صبعك لو تغطى. واليوم ما شاء الله تبارك الصبح اليوم بعد مصبح شوية شيء هو شيء نسناسة الحين مرة عاد طاح. لكن مخضر البحر على ما تشوفون. لو تظهر يي ولا شيء ما تروم تشوفها زي ما زين. بس عيونك ناخذها بس عليك بالتليفون. شو تشوف الجو يا رجال؟ جو بعد شيء خير عن شيء جو؟ ها عندك هذا ناكر ونكير. اي سلام عليكم. يا سلام يا سلام يا سلام. رحى رحى تبارك الرحمن رحى. سنة الهلال هذا؟ 15 سنة يمكن. تذكار مال الوالد على الله يعافيه. وسيع من داخل الهلال. كم 38؟ ها ديتشو هذا ضبابة. ما عرفنا له الجو يا ابو محمد. اكيد ان نصيب. امسك شوية. انا المربط على الحالة. ولا عقب. على هو. راح تحت الطراب انا. هذا هو كتبه ريت عاش محمد. اي عاش. ما بعاد انت قبضت شوط كهرب.
ها؟ عزيز الله عشان خبرت ملكوت. ليش؟ بحر. رحت بحر. واحد بحر. ما خبرتني. الخبرة دي. الرقين. بس. قول والله. بديحات ابو محمد. شوف الصافي ترى ما تبين في البحر. لا كان اول ما تضرب تسوي دلخة. اي والله. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا اسبوع اليوم اسبوع هذا عدل. بحر طايح. اسبوع ليه خطف. البحر قادي تحراه سبحانك يا رب. ما يد الاخ. الحين برميكم صيل بعد شوية عاد. شوف البحر كيف طايح بالله عليكم. ما زين يا البحر. مرادم يا ايات مرادم ما شاء الله. بيت خشش الصافي انا ما اشوف يمه ما اشوف الا شبه فيها خيبه شو ما شاء الله ايوه ايوه يا سلام ايه صافي لا صار ولا استوى مرادم ها ها شوف الصافي فصيله تنبوي الفصيله الجيشيه هاي ابوي ها شوف طولها شوف سنامها شوف سنامها ينتبه الصافية شوف سنامها هالي ده هذا شوفها كله شحم وهذا سنامها السم اللي في الدنيا كله فيها جيشيات تراهن هالفصيلة مش موجودة إلا في الضنة هذا أبوي الفصيلة الجيشية تقول ما قلت لكم ها بس في الرويس الضنة شوي هاكا وهاي لي نمى شو ما زين وهاي بدي حاك عاد ها بدي حو يبدي حو هذه عاد بدي ولا هذا عاد الجيش هذا يوم يقول لك عصاجيل الفنتير عصاجيل الفنتير هذا ابوي اللي يطرونه يشبهون عصاجيل بعصاجيل الفنتير هذا ابوي الفنتير وفي مقولة اخرى فنتير في الخور عينك عليه وهذا ابوي عاد ذكر هذا ما بخور هذا حد انا ما شفت فنتير في الخور الخور ما يستوي ما يصير الفنتير الفنتير ابوي كله على الحدود وين المرقه على ما تشوفون وهذا عاد مكان من مليون سنه هاي محميه محميه خاصه ابو كلها ابوي فناتير ممنوع ولد امه وابوه اي قربهن ممنوع اي حد قربه الفنتير ممنوع في السنين الاولية يقولون يقنصونهم في السعديات السعديات يقنصونهم ينكلن الحين اللوادم تبوي لا تقول لي جزر المالديف ولا غير المالديف ها ابوي مالديف ابو ظبي مالديف الامارات الطبيعية على الله يحافظها من دار شوفوا والله عيك لون البحر يسدك يا سلام سلم يا سلام سلم يا سلام سلم يا سلام سلم الله قدم النعمة يحفظها من الزوال يا يم مخصوص نرويكم الطبيعة الخلابة هذه بس حكم انتم ايه نرويكم شقايل طبيعة هاي محمية ممنوع ولد امه وابوه يعق خيطه هني غير نحن بوينا بس الا نرويكم المكان مكان جميل وفنان قلنا نرويكم اياه شوف الله عليكم حافظ عليك من دار لازم الارض هاي تكون البحر هني يكون وحل اشارات له وحله على اساس يظهر فيها المنقرور منقرور باللغه العربيه الفصحى يسمونه منقرور ونحن نسميها قرم الاول في السنين الاوليه يطعمون منه الدبش نعم روحي انا لحقت
يبون في ابو ظبي وبرزوبه في السوق في الشبره الاول السنين الاوليه. شوف عيني ما حد قال لي غير عقب ابوي منعوه قال ممنوع عزم الصيد الجائر ما خلوا حطبه في البحر ردوا عقب ابوي الا من يده يديد على شهونه من يده يديد اعاده تاهيل يسمونها شوف البحر هذا كله انه يعني براد في الظله براد وين الظله براد يغير في وين تحت الشمس حتى في الشتاء اي بلاد في الدنيا العوده تحت الشمس لازم شيء حمو وهي هي والله شوي شوي وهي الحين على بنتغدى وبنقير ما ينضرب هذه سيارتنا ايش قايل خلاف العصر سرنا والله حصلنا ودام زين يعني حصلنا يعني ما شاء الله سرنا قبل شبينا شويونا ها شو تقول انت؟ معك لعبة؟ كلك حديد العين وين سمعت بالدعوة؟ خلاص خلاص قول والله زين أقولكم نسيت شو قلت أقول هذا بس برايكم ودينا أبوي هاك الغداء لعلي عبد رضوان من الله وشي واليوم شوي كثرنا في الجتني ودقينا أبوي خمدة يمكن بقول لكم ساعتين ما وعدت إلا بنأخذها رب اللي خرج روح قال يلا البحر 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 اللي خالف ما يوارف مرة حين من أمر هالدقيقة حتى غديت مغلظني ها طيب الصراط الصراط اللي ما يوجه يا عيال حلال السلام عليكم أبو محمد يلا غايته أنا ريدي مساك الله بالخير يلا غايته يلا غايته طالع اعماركم سمبوسه خضره وسمبوسه لحم وهذا يعني الله يحفظكم يحفظكم العقيده وهذا عاد الموز شكيت عاد لابد ولا عذر من صديق الطفوله بنسير ابو يمكن نلقط لنا كم صويه فيه يا ترى اللي يدشون البحر يشيلوا مارس وما مارس والاشياء الحلاوه يعني انا لا ابوي استعيد بالمارس والشوكليت ترى البحر هو الشيء اللي فيه حلاوه فانا استعيد ابوي بالموت عشان شيء فوق فاكهه يكون فيها حلاوه بعيد اخير عن المارس والحلاوه والباونتي وما ادري شو يعني اسوى من زين دعونا عاد تبقى الصيدلو فيه ان الله ييسر امورنا ونعرف وياكم ان شاء الله ونحن لقط شيء يرجع للتصوير تراني صور اما لقط ولا العذر والسموحه من جناب اشوف البحر الصبح مره ماشي ويشوفوا على ما تشوفون كلنا ابوي يفرس ويشتغل ويكد ويتعب وانا ابوي ها على ما تشوفون متفيزر حتى فيزير الفنان شني البخت عتلخت ولا حرد ساكت حتى السمك يوم تضرب في الميدار هم ابوي يفتشونها ابدا انا ابوي اكل واشرب وبس انا اخذها شابه هي لسه تعب عمري دام عندي حد ابوي ست شو اللي كالف؟ ترى باري أكد عمري في الرياض الخيبة أكد عمري في الرياض هناك في النادي أسبوع كل يوم ساعتين وثلاث كل يوم ساعتين وثلاث في النادي وحين أبوي الراحة شفت هالبقعة الحين اللي هتفريس كله فيها والصبح كله مشاي يصير لين السمت لين الفايز هذا لين الفايز صب ساير اللي مشي ما تباني نزل السمت لا يا رجال من عقب هاك اليوم افتضحنا فضيحة السمت يصير افزر في البحر ابو محمد اسمه فنان السم خل راعي وخل سميين احنا ما نطري هذا يا غير في السير ما يازلي سير والله هنه باكر زين هو حق الجو هذا طايح البحر باكر يمشي بعد بدل هذا الشيب اللي نستخدمه كل يوم انزين ما شيء مشكله بنسير في السمت باكر سلت يعني سلت شو ولا سلت لا مثل راعي مثل سميه حافظ الله على سميه على الله يحافظه سميه من يوم استوت الدنيا والناس كلها تشكر عليه السمك ونعم والله
طيال في خير اعي واجب اعي علم وخبر ما بطيح ندوك بعض الموز هذا سجل سجل طولي هبقصر لا طولي وراسه بعد اكبر على راس حد دائما حيده الله ان شاء الله ان شاء الله الحين بحط لكم صوره السجل عندي موجود خلاف عاده الحين ما برو اشتغلت المكاين وهدعت الله يا الفريج هدعت الله يا الفريج هدعت الله يا الفريج بارك الله في اول توحه هذه اول توحه ابشروا بكم من ينيمه ينيمات وعنافيز العنافيز عاد حقين حق المشواي اليوم هذا الحين عاد هل انا ان سمين ما بسنمين والله في سماء سنام من عود يعني لكن اللي ينمه ما شاء الله تبارك الرحمن ابدا تحراها زبده غادي لينمه وصويف يا ثنتين ثلاث الحينه ما شيء 10 دقائق وسولي و فرخ اليب بعد فرخ اليب ها توها بعد ما بيازل ها ايه ويا ويلك شرات لي تحلف لي لا لا هل والله كان حد هين حاضرين مره ما يصير خاطر كله طيب ولا تزعل الا العنبوت اليوم خلاف عاد بنفته حتى العشاء بخبركم عن علومه يلا دي حات بعد شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساكم الله بالخير ابوي هل البطين نداء استغاثه خاص لاهل البطين افيدونا فادكم الله هل الخبره وهل العلم وهل النواتج اللي ما توجف انزين ها نداء استفسار واغاثه وخبرونا عاد يا هل بطين العنفوز هل هذا وقته لولا هل ان وقته العنفوز الحين سمين ولا نص اللبس ولا ما يتشاهد عرض شو هزين قدوا علينا الخبر وايد ضروري حين غامضني نشوف الكبار والله اكبر عن الجف بشويه غير غامضني اني ما يربه العام كلناه فنان وعام الاول غير في ودي والوديات كنا ما غدت تحرك ربه لا لان ولا استلان ولا حتى شكله غدا ما يتشاهد ترى تحيد حد من العقل احنا بييمه كلها عنافيز قيمة عنافيز مزار تشيسة الحين الياسين والله يعبونهم بحر محمد فرهن جاي هني في الكورنا انا بعقهن فرهن فر عقلك يلا فرهن جاي يمعوهن ويبهن هالعود لا تعقى العود شو بقول قيمة ابوي عنافيز وينم يا لم والله كباري غير تحرى موز وبالغ حرام يا غير موز وبالغ شوفوا بعقهم بحر ما بخليها اثنين ها مستويات زينات كان باكع عن ابوه عظم الا بطن نقب عدني واحد جني ثلاثة كم اكثر انت شوف بعقهن بحق يبان له اسمع هذا انفداك الله سامحونا هذا والله هذا بعد واحد فنان أربعة هي هذا صغار بنعقهن أربعة هلا ما بهين ترى هينة اصبر تقل الصبر بردك البحر ذا تحرى بناكلك ها خيبة هذا مالها خيبة هذا واحد والله كان صار حافظ لي عليها الصالح ما زينها هي والله هذه بس عاد علي ها ظنك انا بالله متغدي صافي حن يومين وانا ارضى صافي البارح واليوم محمد هذا ها
أقول لكم تدينا حين من البحر يبنى ودام وديم ودام لا وديم الحمد لله. وإحنا عبر ندخل بنسبح بثرية يدن ونصلي العشاء وبنتعشى وبنسير خلاف بعد البحر إذا الله راد. وباكر الصبح بعد النسير والعصر النسير يوم السبت إن شاء الله غدانا في مدينة محمد بن زايد. المكان يجنن واليلسة فنانة والجماعة اللي أنا عندهم ناس خيرة وطيبين رجال فيها خير ما شيء شرات الواحد يوم يمشي ويا الناس اللي فيها خير الناس اللي يعرفون القدرك يعرفون المعنى ييك وسيرك عليهم. وأنا صديق وياهم هبل صديق أهلية من السبعينات ونحن ضربة هب من سن ولا من عشر من السبعينات الله لا فرق لا بيننا ولا بين أحبابكم يا رب العالمين لا بيننا ولا بين صدقاننا ولا بينكم وبين من تحبون. والله يدوم عليكم الفرح والسرور والأناس وين ما تكونون. وخلاف عن بنرويكم العنفوز ما أخبركم عن علومة. أنا ظهرت العنافيز وقلت لهم يشون ليها ينيمات هنتين ينمتين عيبني أشوف شرات الموز البالغ شيفته صليج ظهر هنا له أو بنار بس خلاص. سلام عليكم قوت فطامي تعالي بسلم عليك. سلام عليك قوت. يلا تحبيني عادة يلا تعالي انتي تعالي تعال بهنتيك بسوي ياك مقابلة. يلا تعال هي عدالي طاح التلفون طاح التلفون ما عندي فدوة. تعال شو اسمك انتي؟ فطامي. وانتي؟ قوت. انتي تدري على من مسمينك؟ مسمينك على يدة ابوك فاطمة بنت هلال فاطمة بنت هلال هادومة القبيسي. وانتي تعالي انتي ابوي سميت الشيوخ مسمينك سميت على الشيخة بكبرها على الشيخة قوت يعلى الله يطول بعمرها ويحفظك ويبلغنا فيك انتي عروس حبيبتي. انزين شفتي بابا صرتوا تسبحون ولا ما صرتوا؟ متى؟ غدا. وانتي؟ فطامي؟ بنصير عقب الغدا. بتصيرون؟ بنات منو الحينه؟ منو بناته؟ شو اسمه ابوك؟ شو اسمه ابوك؟ ها؟ انزين انزين يلا تذكري شو اسمه ابوك؟ هلال. هلال هلال قلت لي قرب الله تعدولي ما يعرفش يا قوت. وين دروسك يا فطامي قوتي؟ قوتي اشوف وين الضرس؟ هطوي يا الفضيحة جيب لي ضرس. يلا سير ما يصير يلا عاد الحين احنا بسير ابوي سبوح ودهاج وحالتي لله وراي ابوي معركه وان شاء الله بيدنا وبنصلي وبنلبس اخلاق. عقينا الصرخاك المسائل اللي علوي اللي تحيدون هالميصه هذيك شو اقول لك 2 انش كانت علوي. يلا يلا عسى ما غادي صنباخ ما فيها غادي صنباخ. يذكرني عاد البنغالي يقول لي باباه انها سمعت زاهب قلت برويكم العنفوز علينا حينا ما شفته. ها محمد ها شو عنفوز سمين ولا لا خشب؟ ها خشب شرات الخشب انا صورتين هي اذا ريت زين بكره كيف اوكي يعني الحين سمين لو ما بسمين ما بسمين زياده شويه. يلا بنشوف رميضه وانا فرحان بعد لا فنان حق لا من صافي هذا ها هذا مال دهن من صافي ايوه شحمت الصافي من دحقه وساير جدا دعم فوز ايوه زي براي براي زين عندك لينا ما هاي حقينا لينا منو حقه شوف هذا ثلاثة سمك شراكة بالمال مرزوق شو من السمك؟ هذا البيضة قوم مرزوق اعطوهم بدح بيضة وهذا صافي انزين ما شي مشكلة انا 2 صافي هذه كله هني بس زين شكرا جزيلا يا شحم وايد ها شوف ها
وين لا بيابس ولا شيء، تخله ما خلصت انت، ما عليكم منه، انا بعطيكم التقرير هناك. يا هاي نحن في البحر خلنا مو نعصراطنا. هاي هاي مرقة دياي عيش شيلاني قحي ابيض وشباتي، وهذا ها ها شغل العرب عاد، هذا هذا ابويه اللي موصي عليه الدكتور زين. هذا قال مالكم روحكم، هذا مقلب حلو. ايوه يا هي دنيا يا هي دنيا يا هي دنيا. في العافيه ابو عبد الله، في العافيه. اهم شيء اهم شيء مالاتي انا راح اقول لكم الخبر. ها اظهر لي، ها حط العنافيس، لا لا تحط لي عيش الحين، حط العنافيس باثنين التنولين ما العنفوزين هي، هاك العنفوز الثاني هي اخوه ولينمه لينمه والصافي والصافي الصافي هذه هذه ولا هاي لا لا هذه 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 ايوه وش لا لا عنا ابوك ام باكل شنو الصينيه بعد حط لك عيش هاي نقمه انا اسمي كانت الصغار اهل كبير ايش ايش عيش شويه عاد قوت عن ليموت عيش شويه انا ما وتشتني خلاص لا تشتني الظهر خمدني خمده انزين ابو ساري علومك ما اشوف اشوف الوي قايل لك لا تصبرني يا رجل خف علينا يا الملاق انت الملاق اللي في الدنيا كلها فيه ايش شو عيال افتنا كذوب كذوب هالبنغالي ما حدا كذب عنه ونفس خايسه شوف الله عليكم ها لما اقول لكم ها طالعوا ابو محمد السم اللي في الدنيا كله موجود في باطنه طلع طعب الحل لا 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 كم بس نصر فيها طعب الحل طلع يا سلام نبدهني الجديده ريحه يلا لا تكود عاده بعد بعد شويه بس عليك ده بس ايوه هل ياخذ من هديته يلا بنام سعد خلاف الحين ما في لقمة العيش هالكثير ها كله حين فوق هذا تشتني واللي تحتها كله سمك شو كله سمك والباقي 90% سمك و5% تشتني و5% عيش يعني ايه شوف كله هذا سمك هذا من خلصنا هاي خلص العنافيس بثنين التن احب ان يرب لكم لينمة والصافي كان شيء هناك شيء وهالسولي هذا هي ايوه ها هذا هذا سولي لكن ما بسولي قبه سولي مرقه بياضه حسبتي من دعس من تشنز غادي ابدا علبه شرات علبه حد من العرب هذا الشتني ترى يسلم عليكم ها خطا زين نقول لحقي انا اكلت شوي ون اربع حبات انتوا شاركتوني فيه ابو هالينمه شفتوها هذه اللي نمع على ما تشوفونها بنخبركم عن السر والله لو دواك عن الموت لا 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 سمين لا الله لك هي والله كم صخة زيادة على الضوء فلذلك ها شوف شوف هذا ابوي معناته لنضوي لنضوي السمته يوم يلحقها زيادة نضوي سلسلة الظهر روحت فتش عنها ايوه الحين هذا حين يا ابوكم يسمون الشيء اللي ماشي شراته ابوي ترى لينا مخلص برنامجها والعنفوس خلص برنامجه واحب نرويكم الصافي هذا طريقه اول بادي لازم تفتش سلسلة الظهر الطرفانية وقت البطن وعلى ما تطلعها متبطلها تبطلها سكانها عقب ابويها تلقطها شراتها كأنك فاتح كتاب كأنك فاتح كتاب لا يبغاها لا صدع ولا هاي الصدر انا يلدح بخلاف مرة ثانية هاي كلها ابوي صافية في لقمتين لقمتين ولا لقمة يعني لان شو السبب ابو عبد الله عشان ما تاكل سمك وايد ما تاكل عيش وايد شو انا عيشي مكانه
عبر السمك كامل وقف. اي ما شاء الله. اي والله لك ضروري انك بتاكل تاكل ودام عشان يخف العيش. اي عسبل ما تمتن تغدي خرس. اي والله. اي نعم. لك الاول الناس من الفقر.